هذه الجلسة ولهذا الجمع العام قيمة تنظيمية تبرئ ذمة. اليوم يعقد بيت الشعر في المغرب مؤتمره العام بعد 5 سنوات من آخر مؤتمر. سيكون أمام أعضاء بيت الشعر هذا اليوم أن يناقشوا حصيلة السنوات 5 الماضية ويصادقوا على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدم خلاصات وأهم نتائج الفترة السابقة، كما سيكون عليهم أن يستشرفوا أفاق عمل هذه المؤسسة الثقافية والشعرية للفترة القادمة، إلى جانب مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب هيئة تنفيذية جديدة للمرحلة المقبلة من عمل البيت. هناك ورقة ثقافية توجيهية حضرها بيت الشعر في المغرب لفائدة هذه اللحظة التنظيمية الهامة. هذه الورقة اندرجت تحت محور كبير هو الارتقاء بصورة الشاعر المغربي المعاصر، وتستهدف أن نشتبك جميعا في نقاش مفتوح صريح حول هذه الصورة، كيف هي اليوم، كيف يتمثلها المشهد الثقافي، كيف يتمثلها بقية الفاعلين في الحقل الشعري والأدبي والفني، من أجل إيجاد السياق المناسبة لتحسين هذه الصورة وتجويدها وجعل الشاعر المغربي يحظى بالمكانة الثقافية والاعتبارية اللازمة له. إذن نحن اليوم في محطة مهمة، محطة تنظيمية ولكنها كذلك محطة ثقافية وشعرية تربط عمل مؤسستنا بيت الشعر في المغرب بباقي السياقات الأخرى في مغربنا على مستوى المشهد الثقافي وعلى مستوى حرية التعبير وحرية الفكر وعلى مستوى باقي الحقوق الثقافية الأخرى التي يعمل بيت الشعر في المغرب على تعزيزها وعلى صيانتها من أجل إتاحة الثقافة وإتاحة الممارسة الشعرية للجميع. أحيي بيت الشعر وأحيي الإخوة في مكتب التنفيذي على مجهوداتهم رغم الصعوبة التي كنا نعيشها بسبب الجائحة، ومع ذلك تواترت الأنشطة وكثرت الإصدارات رغم الدعم القليل واللي ربما شبه رمزي، ولكن الفعالية كانت حاضرة ومن المؤسسات الثقافية المستقلة القليلة في المغرب التي تحافظ على مواعيدها بما فيها تنظيم الجمع العام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.